بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اليوم نحل بإذن الله سؤال 72 من الشابتر الثاني لكتاب الديناميك الطبعة السابع. طبعا هنا يختلف لنا بالوحدات البريطانية، لأن هذه النسخة اللي معي وجدتها في الإنترنت بالوحدات البريطانية، لكن في الكتاب بالوحدات المترية المعروفة اللي عندنا. على كل حال، هذا هو شكل السؤال، يعني الأرقام يخالف في الحل تلقون الأرقام الأصلية، وأنا أنصح دائما الكتاب يكون معك عشان تتابع أول بأول وتشوف شو قاعد يصير وهكذا. لأنه قال أني طلعت على الكتاب لقيت أغلبه وحدات بريطانية، فما يخالف، لا بأس، يعني إن شاء الله إن نبي نشوف وش فكرته. أهم شيء الفكرة، طريقة الحل، لأن هي اللي بتفيدك وهي اللي بتوسع مداركك وتعرف إن شاء الله طريقة الحلول للأسئلة الأخرى. على كل حال، هذا هو الشكل. نقرأ السؤال. With the water nozzle ejects water at speed V naught، أعطاني إياها في الكتاب 14، هنا أعطاني إياها ب 45، لكن في الكتاب 14. At the angle 40، مضبوط، نفس الكتاب عندنا 40. Determine where the relative to the wall base point B the water lands. Neglect the effects of thickness of wall. طبعا المطلوب انه يبي توجد النقطة اللي يصقع فيها الماء في هذا الجدار عند أي نقطة. طبعا دائما يا شباب، خذ يعني قاعدة عندك، إذا جاك الشكل هذا لا تخاف، أول شيء رح المصدر الانطلاق هنا عند النقطة A هذا. شو تسوي؟ تروح تمد محاورك على الواي وعلى الإكس. لو تلاحظ، لو مدينا محاورنا على الواي وعلى الإكس، تلقى ارتفاع الجدار هذا عبارة عن 3 ناقص 1. شفت ارتفاع هذا؟ انا ما لي علاقة فيه، انا عشان احط احداثياتي نقاط الابتدائية 0 0، على الاكس 0 وعلى الواي 0، بدل ما اروح احطه هنا فيطلع الارتفاع هنا 1 في الواي ثم زايد 2 ثم جيت اروح انقص و يعني مشكلة طويلة. فانت ريحها وخذها من الاخر وحط محاورك عند نقطة الانطلاق، ونقطة الانطلاق هنا، مدها واي مد اكس، وعشان توجد احداثيات الواي نقص 1 من 3 يعطيك 2. طبعا هذا لنا بالفيت، لكن في الكتاب هذا 1 متر والارتفاع هنا 0.3، فتنقص 0.3 من الواحد يعطيك ارتفاع هذا الاصلي بعد الحذف 0.7، والاكس معطينيها في الكتاب 19 متر. لكن نفس الشكل، نفس كل شيء، نجي الان ونشوف كيف طريقة حله. هذا هو تقريبا السؤال، انا صفيته وخذيته من نقطة الانطلاق 0 0، فطلع لي طول الجدار هذا 0.7 متر. زين، طيب، وهذا 19 والفي نوت 14 والثيتا 40. في هذه الحالة، اذا كان عندك نقطة مجهولة مثل ارتفاع و دائما مقذوفات غالبا مفاتيح حلها التايم، غالبا مفاتيح حلها التايم. هنا نجي، وش هو اللي بإمكاننا نطلع التايم منه؟ لو نلاحظ عندنا الإكس 19 وعندنا الفي نوت وعندي الزاوية، المجهول عندي الواي، فبالتالي معادلة الإكس اللي بتخدمني اللي هي إكس يساوي في نوت كوساين ثيتا تي. الكوساين ثيتا معلوم، الفي نوت معلوم، الإكس معلوم، إذا التي عبارة عن إكس على في نوت كوساين. عن طريق الآلة مباشرة، الفي نوت 14 والكوساين ثيتا كوساين 40 والاكس 19 تقسمهم على بعض يعطيك 1.77 سكند. طلعنا التايم، طلعت التايم. الان نجي، طلع التايم هذا وش هذا؟ هذا هو اللي عند يوم انه ضرب في الجدار 1.77، معناته توه ضارب الجدار هنا. ليش؟ لان معلوميه مسافه 19، معناته قال وقف لي هنا التايم، وقف هنا. وقف هنا ايش معناته؟ معناته ضرب الجدار. حلو، معناته الواي اللي بيطلع لي من التي هذا هو نقطة الضرب الماء للجدار، معناته بيطلع لي واي يساوي في نوت ساين ثيتا تي ماينس 1/2 9.81 t². يعني تعويض مباشر جدا، هذه 14 الفي نوت، ساين ثيتا اللي هي ساين 40، التي اللي هو 0.77، يعني تعويض مباشر، هذه يطلع 1.77 سكوير اللي هو هذا. شوف انا عوضتها، فكيتها، طلع لي 0.57
6. 0.56 هذا من محاوري انا الاصليه، لكن هو يبيها from the base، لا تنسى يبيها from the base اللي هو من عند القاعده يعني تحت مره، اللي هو كم طرحنا حنا في الاول 0.3 ان نضيفه، فيعطيني نقطه الضربه عباره عن 0.56 زائد 0.3 يساوي 0.86 متر. هذه النقطة من عند القاعدة اللي هو من عند الأرضية حسابها. وبذلك انتهى السؤال. وهذا وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين.